السلام عليكم. اليوم رانا في مدينة معسكر وسوف نكتشف حديقة رائعة في مدينة وسط مدينة معسكر، واللي تعتبر شبه مهملة للأسف الشديد. حديقة يعني من نوع تاع حديقة تاع الباردو بقسنطينة، هنا كذلك في مدينة معسكر كاينة حديقة الباردو لمدينة معسكر رائعة في أتم يعني روعة. نشوفوا هنايا المدن العمارات على مستوى في الأفق هنا، وكذلك تلاحظ هنا هذه الحديقة الرائعة فيه مياه من تحت تنزل في قاع هنا الواد، فيه النهر صغير فيه يعني مجرى مائي جميل جدا، ماء نظيف نقي ماشي ماء نتاع الامطار. وهنا نشوف الحديقه رائعه هنايا غير مستغله، غير مستغله، وفيها يعني تحتاج الى عمل نتاع التهيئه لهذه المدينه اللي فريمون تصبح مزار للسواح و يعني زوار لهذا المكان الرائع. والله انا استغرب انه مدينه كمعسكر فيها زخم عمراني غير مسبوق، فيها يعني حدائق جميله جدا، و تمتاز بكثره الاخضرار والاشجار، فيها يعني حاجه رائعه متروكه بدون يعني صيانة. هذه الحديقة اللي يعني رائعة، أتأسف إلى يعني غياب الصيانة في هذا المكان الرائع. أتمنى يكون فيه نظرة أو عناية من طرف المسؤولين اللي استغلال هذا الفضاء الرائع، فضاء جميل جدا، وفيه يعني جاي في وسط المدينة تاع معسكر. لابد من استغلال هذا الفضاء هذا، واللي أنا ما رحتش، مازالت هنا هنا مازال يعني مازال ما خلصتش يعني الحديقة هذه، مازالها طويلة، لكن للأسف الشديد نلاحظ غياب الصيانة في هذا المكان، و لابد من المسؤولين أن يهتموا بهذه مثل هذه الفضاءات اللي قد تجلب لهم زوار، وقد يعني فضاءات مريحة للعائلات ولل يعني شيء رهيب. يعني انا نشوف انا هنايا اماكن غير مسبوقه، كاين هنا مجاري تاع المياه، مجاري تاع المياه هنايا حاجه كلاس بزاف. والله ما لقيت ما نقول يعني مثل هذا الفضاء متروك يعني ما كاش صيانه. وهنا نشوف محلات مقابلينا، ممكن تكون فيه محلات لبيع يعني مأكولات أو مشروبات في هذه الأماكن هنا. والله حديقة رائعة بأتم معنى الكلمة، راهي عرضة للإهمال. والله انا والله دوك نقول لكم كلمه نقولها على قلبي، جاتني على قلبي، اللي ما يحبش البلاد هذه يرحل، اللي ما عجبتوش البلاد هذه يرحل. هذا ما كان انا يعني خاصه المسؤولين اللي ما يحبش البلاد هذه وما يحب لهاش الخير وما يحبش الخير للشعب هذا، غير يرحل، يروح لداره. والله العظيم ما ياخذش المسؤوليه، اللي ما يقدرش المسؤولية ما ياخذش المسؤولية. نشوف أنا هنا فضاء رائع
رائع رائع. الناس قاعده تتكلم غير على جاردان ديسي جاردان ديسي جاردان ديسي. ها جاردان ديسي واحد اخر والله افضل. شباب على جاردان ديسي هذا المكان، شباب على جاردان ديسي والله غير شباب على جاردان ديسي، والله غير شباب على جاردان ديسي. في اشياء والله العظيم انا راني حاير، مكان كيما هذا مهمل 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 والله غير راني حاير كيفاش هاد العباد راهم عايشين. يعني اللي ما يقدرش المسؤولية وما يحبش البلاد يا خويا يوخر يوخر يوخر. المهم خليكم في رعاية الله وحفظه. واليوم رانا النهار تاع جمعة، وجمعة مباركة راهي مازال شوية صلاة تاع الجمعة. على كل حال أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.